للتعليق على هذا الموضوع انضم الينا عبر الهاتف الامين العام لمرجعيه قبائل حضرموت الشيخ جمعان سعد. مساء الخير. اذا البحسني قرر ايقاف الوكيل الكثيري ومسؤولين اخرين، هل هذه القرارات غير قانونيه؟ او بالاحرى لماذا تعتبرون هذه القرارات غير قانونيه؟ السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. طبعا من بديهيات العمل الاداري والقانوني أن كل موظف يصدر به قرار من جهة معينة يبدأ المخولة بعزله أو محاسبته أو إيقافه عن العمل. وبالتالي فوكيل محافظة حضرموت لشؤون ولايات وادي الصحراء معين بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية. ورئيس الجمهورية وحده من يمتلك صلاحية أو الحق في إيقافه عن العمل أو محاسبته أو عزله. نحن من حيث المبدأ لا توجد لنا أي علاقة شخصية يعني تربطنا بعصام حضرموت الكثيري كشخص، لكن ما يربطنا به هو منصب وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء والعمل الذي أداه في مديريات الوادي والصحراء والنجاحات المحققة في ظل هذه الظروف السيئة التي تمر بها اليمن عموما. نحن نقول أن القرار غير قانوني، وكل المختصين القانونيين كذلك تفاجأ بالشارع الحضرمي بهذا القرار سواء كان في الوادي أو في الساحل. ننظر لهذا القرار بأن الأخ المحافظ قد يكون يعني اتخذه على عجلة من أمرها ولم يستشر فيه الاستشارة الجيدة من الناحية القانونية، لكننا على كل حال في المرجعية أصدرنا بيان في هذا اليوم نرفض فيه هذا القرار، ونتمسك بالوكيل الحالي الأستاذ عصام حضرموت الكثيري لما لمسناه منه من جهود مبذولة في خدمة الوادي والصحراء. القبائل تقول ان القرار سيؤثر على استقرار الوادي وعمليه التنميه، كيف سيؤثر هذا القرار على الاستقرار؟ طبعا الحافظ الوكيل الحالي عصام حضرموت الكثيري على السلم المجتمعي في مديريات الوادي والصحراء، وكان بمثابه رمانه الميزان للجميع سواء كان مجتمع قبلي او مجتمع مدني او بشتى اصناف او مكونات او احزاب او غيرها من هذه من مكونات المجتمع في حضرموت. وفي التواصل مع الناس وفي جمع الكلمه، وكان اخر مجهود له او اخر خطوه اتخذها هي تشكيل لجنه مجتمعيه لاداره صندوق التنميه في حضرموت الوادي والصحراء. وهذه اللجنه مكونه من فروع الاحزاب، جميع الاحزاب، المؤتمر الاصلاح الاشتراكي والمكونات الحضرميه او معظم المكونات الحضرميه، وطلب منهم اداره هذا الصندوق بشفافيه بالغه، يعني فتحت لهم كل السبل للاطلاع لعمل مسوده نظام اساسي لهم، وقال لهم ان الباب مفتوح والمجال مفتوح للمساءله عن كل ريال يدخل الى هذا الصندوق او يخرج منه. فبالتالي نرى ان بقاءه في هذه المرحله هو عامل امان وتوازن، خاصه بما تمر به اليمن من زعزعه ومن طيب. لا استقرار في هذه المرحله. هذه ليست المره الاولى التي يصدر فيها البحسني قرارات تثير الجدل والاستياء، ماذا لو اصر البحسني على قراره وقبل المجلس الرئاسي؟ نحن نراهن على موقف رئيس المجلس القياده الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ونعلم جيدا انه صاحب حكمه وعقل رشيد وشخصيه لها باع طويل في العمل الاداري، ويعلم جيدا ان مثل هذه القرارات التي لا تحظى بتأييد شعبي ستكون لها انعكاسات سلبيه اخرى. نحن نقول ان هذا القرار سيتم التراجع عنه، هكذا نعتقد لما فيه المصلحه العامه، ونعتقد ان حتى المحافظ البحسني سياده اللواء الركن فرج سلمي البحسني لا يمانع عن العدول عن اي قرار اتخذه يرى ان الرجوع عنه في مصلحه لحضرموت سواء كان الوادي او الساحل. أشكرك الأمين العام لمرجعية قبائل حضرموت الشيخ جمعان سعد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.